بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم من جديد في هذه الدورة التعليمية الخاصة بعملية إنجاز دراسة طريق بواسطة البرامج أوتوكاد، كوفاديس، أوتوبيست وبيست. إذا هذا الدرس الثالث المتعلق بعملية رسم لأمنتي لموديل نيوميريك لتيران الخاص بسحابة النقاط الطبوغرافية. إذا بعد رسمنا للكونتور الخاص بسحابة النقاط، هذا أصفر، ثم من ذلك رسمنا خطوط المميزة لانكسارات الميل في الأرضية، الآن نستطيع القيام بعملية رسم الأمنتي أو رسم لموديل نيميريك بتيرا، النموذج الرقمي الأرضية، من خلال عملية آلية نعتمد عليها في ببرنامج نعتمد في رسمها على برنامج الكوفاديس. نذهب إلى القائمة كوفاديس 3D، ومن ثم إلى كالكول دو أمنتي، ثم إلى كالكول إديسا دو أمنتي. عند الضغط على كالكول إديسا دو أمنتي تظهر نافذة جديدة بها مجموعة من الإعدادات. فمن أول الأمر نختار مجموعة النقاط التي تدخل في عملية حساب الأمنتي، فهنا نقول دون لوكال توبوجيس، ومن هنا يقوم آليا بحساب مجموعة أو عدد النقاط المورودة في الكالك توبوجيس. من هذا البند نقوم باختيار لو فيشي دو كوشي بور شارج بور شارجي ان كونتينو دو فيشي، يعني هنا نحن لدينا لو فيشي دو بوان، يعني ملف النقاط أدخل سابقا، فنحتاج إلى التأشير على هذا البند. من هنا يا جماعة نظهر لنا البند يختص بخطوط انكسار الميل لين دو بتو دو بونت، نؤشر عليها. هنا ترى ميزتين، ميزة الاختيار اليدوي سيليكسيون مانيوال، أو ميزة اختيار عن طريق الكالك، فنحن نختار واحدهما أو كلاهما. فمن هنا إذا أشرنا فقط على سيليكسيون مانيوال نقوم بالضغط على هذه الأيقونة سيليكسيوني لين دو تو دو بونت، ومن ثم اختيار هاته للين واحد بواحد، ثم الضغط على أوكي. إذا أردنا هنا قام بإيضاح أن لدينا ثلاث خطوط انكسار للميل طروالين سيليكسيوني. في الحالة الثانية عند اختيار دون لو كالك نقوم مباشرة باختيار لكالك بي تي كما فعلنا سابقا و اش تي اوكي، فهنا قام بالتأشير او بالتوضيح انه فيه ثلاث خطوط انكسار للمحن، فكل الامرين صحيحين. هنا اذا كان لدينا ان فلتر برانيمتري، يعني نقوم بتوضيح حيز الكونتور، وهنا نقول كونتور دو سيليكسيون كونتور دو سيليكسيون. من هنا نختار لو كونتور الذي انجزناه سابقا. هنا اذا كان لدينا تصفية على المحور زاد، إذا لاحظنا أنه هنا في الزاد الموضح في هذين الخانتين، هنا خانة altitude mini وهنا خانة altitude maxi، يعني أقل قيمة للزاد التي وجدها في مجموعة النقاط الطبوغرافية، وهنا أكبر قيمة للزاد التي وجدها البرنامج في مجموعة النقاط الطبوغرافية. إذا لاحظت بأن هناك نقاط أو زاد نقاط خارج عن مجموعتك التي أنت تعرف زاد أو منسوبها، فقم بتصفيته من هنا. إذا مثلا لاحظنا أن 97 هي زاد نقطة غير موجود في مجموعة النقاط الخاصة بنا عندما أجدنا الرفع الطبوغرافي، فنقوم بإقصائها من هذه الجهة، فنقول مثلا أنه أقل قيمة للزاد هي 100 مثلا، فهنا يقوم
إقصاء النقاط التي تقع أقل من 100. إذا كان لاحظ بلي بأنه زاد النقاط الموضح هنا هو زاد عادي يعني خاص بك ويدخل في منسوب النقاط الطبوغرافية، فما عليك إلا نزع التأشيرة من هنا وتركها كما هي. هنا عند التأشيرة هذه على هذه البند وهو ignore les points d'altitude nul، يعني تجاهل النقاط التي لديها زاد صفر، نقوم بالتأشير عليها كما أشرنا سابقا، ثم نضغط على OK. فهنا تأتيك قائمة بها مجموعة من المعلومات الخاصة بعملية حساب الأمانتي الخاص بك. فهنا مثلا نجد الإحداثيات أقل نقطة على اليمين، وهنا إحداثيات أعلى نقطة على اليسار، وهنا أقل قيمة لزاد منسوب النقطة، وهنا أكبر قيمة لمنسوب النقطة، إلى غير ذلك من المعلومات الخاصة بمجموعة النقاط الخاصة بك وعملية حساب الأمانتي الخاص بها. تقول كالكولي. فكما تلاحظون هنا قام بإمدادك بملف صغير، بملف يحمل الصيغة وورد أو دوكس، وبه مجموعة معلومات التي بيناها سابقا. هنا كما تلاحظون قام البرنامج بحساب الأمانتي الخاص بحساب الأمانتي الخاص بمجموعة النقاط الخاصة بك. فإذا قام البرنامج في هذه الحالة بحساب مختلف الأمانتي الخاص بسحابة النقاط الطبوغرافية. والأمانتي هذا هو عبارة عن مثلثات، كل مثلث يربط بين 3 نقاط متجاورة. فهذا المثلث مثلا يربط بين النقطة A 140، A 102، A 162، وهذا كذلك وهذا كذلك. فإذا نلاحظ أنه فيه بعض المثلثات التي تخرج عن حيز النقاط أو حيز النقاط الطبوغرافية الخاصة بنا. فهنا إما نزيلها يدويا بهذه الطريقة فالتأشير عليها ثم سوبريمي، أو نقوم مباشرة، أو نقوم كذلك بعملية ثانية نستطيع من خلالها أن نزيل هذه المثلثات الزائدة عن الحاجة في طريقة ثانية، وهي استخدام طريقة لو ام ان تي ميثود دانوي. ام ان تي ميثود دانوي كوباديس 3 دي كالكول دو ام ان تي، ثم ام ان تي ميثود دانوي. على كل حال هي هنا في البار دو تي الخاصة بكالكول دو ام ان تي تجدها ام ان تي ميثود دانوي. هذه خاصية هذه الطريقة أنها تحافظ على الكونتور، يعني تحترم الكونتور المنشأ سابقا في حساب مجموعة الأمانتي الخاصة بنا. فهنا نقوم باختيار بلوك البوان وكالك البوان، ثم من خلال ذلك نقوم بتحديد، نضغط على أوكي، ثم نحدد الكونتور، ومن ذلك نحدد لين دو روبتور دو بوانت 1 2 3، ويقوم البرنامج بحساب مختلف المثلثات الخاصة بأمانتي النقاط الطبوغرافية الخاصة بنا. فهنا نلاحظ أنه في الخانة التي أشرنا التي قمنا من خلالها بحساب بتبيين خطوط انكسار الميل، قام بعملية إنشاء أو احترام المساحة المحددة ما بين لالين أوطالي وكذلك لالين باطالي. كما تلاحظون هنا هما قام بإنشاء مثلثين بين 3 نقاط مميزتين لخط خطي انكسار الميل. هنا كذلك في الحالة هذه كذلك، وفي الحالة هذه كذلك، مبين من ذلك شريط خاص بما بين الأوطالي والبطالي بمثلثات كما تلاحظون. إذا عملية الانتربولاسيون في هذه الحالة تتم في الحيز هذا فقط، يعني هذا الحيز المضم ما بين أكوتمو وأشتي وأكوتمو
هنا كذلك ما بين اتش تي وبي تي وبي تي واتش تي. كما تلاحظون المثلثات محسوبة فقط ما بين المثلثات ما بين النقاط المميزة لخطي انكسار الميل، ليس كما هذه الحالة مثلا نقاط أو مثلثات محسوبة عشوائيا، ولكن هنا المثلثات تجدها محسوبة بطريقة معينة محصورة ما بين لين اتش تي ولا لين بي تي المنشأة سابقا والتي تمثل خط انكسار للميل.